كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط وفدا من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية برئاسة السيدة فاطمة بنت عبد الملك رئيسة المنظمة. جرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية السيد إسماعيل للشيخ أحمد والأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية السيد جان بير ألانك بامسي. وأوضحت رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية بعد المقابلة أنها قدمت لرئيس الجمهورية عرضا حول المنظمة وبرنامج عملها خلال مأموريتها الحالية. كان لنا الشرف أن استقبلنا فخامة رئيس الجمهورية للتو، أنا والأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، حيث قدمنا له عرض عن المنظمة، تعريف المنظمة، ثم ورقة حول برنامج المنظمة البرنامج اللي نحن بصدد تنفيذه للسنوات القادمة إن شاء الله طيلة هذه المأمورية. وكان اللقاء ودياً، حيث عبر فخامة رئيس الجمهورية عن استعداده، تهنئته لنا أولاً، واستعداده لدعمنا في كل المراحل حتى تنجح هذه المنظمة وتنجح التجمعات المحلية الإفريقية بشكل عام. وكان واضحاً في تدخلاته أيضاً أهمية اللامركزية لديه واستعداد البلد ككل من خلاله والحكومة من خلاله إلى المضي قدما في تحقيق لامركزية حقيقية في موريتانيا. ونحن سعداء بهذا اللقاء ونأمل إن شاء الله أن تتحقق التوفيق إن شاء الله لفخامة رئيس الجمهورية وللتجمعات المحلية الإفريقية ولمنظمتنا.